السلام عليكم، شكرا على الاستضافة للجريدة أخبارنا. محمد زارون هو بطل مغربي الدرجات الجبلية والهوائية، ابن مدينة تطوان، لاعب المنتخب الوطني للدرجات الهوائية، عاشق للدراجة الجبلية، محصل على عدة مرات بطل المغرب وعلى عدة مرات بطل العرب وعدة مشاركات في البطولات الإفريقية. كان تمي يعني حاليا نادي أكادير فيلو اللي انتمت له في عام 2021، وكنطمح ان شاء الله مع هذا النادي نكون مزيان ان شاء الله. بالنسبه للمشاركه ديالي على الصعيد الافريقي، كانت اول مشاركه على الصعيد الافريقي في 2017 في دوله جزر موريس، جزيره جزر موريس، حصلت على المرتبه الثالثه انذاك، ومن موراها يعني شاركت في بطولة إفريقية في دولة مصر، من بعد شاركت مؤخرا في دولة ناميبيا بطولة إفريقية في 2021. ما سعفنيش الحظ، كنت تعرضت للسقوط، كان خطير، وهنا فين وصل دابا في المشاركة الإفريقية. بالنسبة للسباق كان يعني فيه تكنيك يعني عالمي، ناميبيا وسود أفريكا هما متصدرين الأولين عالميا، كانوا معنا أبطال بروفيسيونال. حنا يعني بالتجربة اللي عندنا ما كنتمكناش نجري مع أبطال العالميين حاليا، مازال خصنا شوية الخدمة. تعرضت للسقوط، كانوا لاعبين من مدينة من دولة كينيا، حتى هما ضعافين علينا، سقط ملي تسيبت من واحد المنحدر عالي جيت فيه نيشان وطحت. كنت علي نتكسر من هاد الرجل اليسرى، ولكن الحمد لله غير تقصحت، دوزت واحد الشهر كنعمل الترويض، ومن بعد دابا رجعت للتدريب ديالي. بالنسبة للبطولات العربية، عندي بزاف مشاركات في البطولة العربية. أول واحدة كانت في 2017، تحصلت على المرتبة الثالثة في دولة تونس، من وراها مشيت لدولة عمان حصلت على المرتبة الثانية، من وراها رجعنا لتونس حصلت على بطل العرب وتروازيام في بطولة عربية لاختراق الضحية، ومن وراها في 2021 حصلت على بطل العرب في دولة مصر أمام الجزائر والإمارات. الجزائر احتلوا المرتبة الثانية والإمارات المرتبة الثالثة. المشاركة ديالي في البطولة العرب مع الجزائريين، قلت لك هو محترف، ولكن بحكم التجربة ديالي ويعني وسبق لي جريت بزاف المرات في البطولة العربية والإفريقية، ما جاني أنني نربح بكل سهولة. هو بالنسبة للإحساس ديالي وأنا نربح للجزائر ولا أي دولة مجرى ديالنا، كنفتخر أنني ديما نمثل البلاد ديالي أحسن تمثيل، وما نخليش اللقب يديه أي دولة من غير الدولة ديالي. الحمد لله إن شاء الله ديالي إن شاء الله أي مشاركة سواء دولية ولا إفريقية، أنني نحصل ديما في المرتبة الأولى ونجيب اللقب للبلاد ديالي والراسي. وكان طمح ان شاء الله نربح بطولة المغرب اللي كتقام في مدينة الدار البيضاء من دابا 15 يوم، انني نحصل على بطولة المغرب 2022، وانني نمشي لبطل البطولة العربية اللي كاينة في تونس حتى هي نحصل على المركز الاول. وكاين تيطان دي زيد اللي كنوجدوا له غيكون في شهر 5، كنطمح انني نربح فيه ايطاب، وعلاش لا نكون ضمن 10 الاوائل في الترتيب العام. بالنسبة للرسالة ديالي للجامعة الملكية المغربية للدراجات الهوائية، كنتمنى ان شاء الله يعملوا يد في يد معنا ويساندونا باش نمثلوا البلاد ديالنا احسن تمثيل ان شاء الله. هما كيقوموا بالمجهود وكنتمنوا يزيدوا يقوموا بالمجهود اكثر واكثر. والرسالة ديالي للمدينة ديالي، يعني الصراحة انا المدينة ديالي مقصرة في حقي، ما كاينش الاهتمام، واخا نربح بطل العرب ولا افريقيا ما عمري توصلت لا بميساج ولا رساله شكر ولا حتى حاجه، مع العلم انني كنتوصل برسالات من الدول، من المدن الرباط، كازا، المحمديه، بالشكر، وولاد بلاد ديالي والمدينه ديالي ما كاينينش.